السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعلم المنتقى الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل المملكة المغربية. هذا ما كنتواجدوا عند البطل الكبير عن جمعية قصبة مديونة وأيضا داخل عصبة أبطال الشوية لرياضة حمام السباق عند البطل الكبير شلال لوفت بحضور رئيس الجمعية الحريزية بربرشيد آخا محمد الحمريطي وكذلك الآخا البطل الكبير خالد الوكيلي والبطل تسوى كذلك عن جمعية قصبة مديونة الآخ عثمان. وشوفوا البطل ديالنا شلال بغينا يعطينا التقرير بالنسبة لهذا الموسم فبجميع السباقات اللي حرز عليها في هذا الموسم. الأخ شلال السلام عليكم. وعليكم السلام. أول حاجة كنبغي نشكرك السي بلعيد على الحضور ديالك، ثاني حضور لك اللي كتجي تشرفنا كنبغي نشكرك بزاف، وكنبغي نشكر الإخوة اللي حضروا معنا، كنبغي نشكر السي محمد الحمريطي اللي هو رئيس الجمعية الحريزية برشيد ورئيس عصبة أبطال الشوية، وكنبغي نشكر الأخ خالد الوكيلي بطل من العيار الثقيل اللي هو معروف على الصعيد الوطني، وكنبغي نشكر الأخ عثمان المفاقيد اللي هو كي معايا في الجمعية كيمثل أمين مال الجمعية عندنا في قصبة مديونة. الحمد لله بالنسبة لهذا الموسم كان عندي واحد الموسم اللي هو كان ناجح، يعني ها هو كيبقى لي كأول سنة أنني شاركت في هذا السباق حمام الزاجل، والحمد لله قدرت أن نحصل على رتب ونتائج جيدة. فعلى صعيد الجمعية اللي كنشط فيها وهي جمعية قصبة مديونة للتنمية والتضامن وسباق الحمام، الحمد لله كانت نتائج جد ممتازة. كنت حصلت فيها لوت شلال حصل فيها على الرتبة الأولى في السرعة، والرتبة الأولى في النصف الطويل، والرتبة الأولى في الطويل، وهذه الرتبة الأولى خولت لي أنني نكون بطل موسم 2019 بالنسبة لجمعية قصبة مديونة للتنمية والتضامن وسباق الحمام. فالحمد لله لعبت على صعيد الاتحاد مع الجمعية الزيانية الحمام الزاجل الدروة، والحمد لله وفقني الله عز وجل وبصبت معهم بشهادات وبمراتب جد مشرفة، وكذلك على صعيد العصبة عصبة أبطال الشوية. الحمد لله كالسنة الأولى ليا يعني، والحمام يعني باقي صغير، يعني شاركت في جميع المطارق الى من الاول من اللي بديت معاهم اللي بدينا من نص الطويل الى اخر مطلق اخر فرنير وطنطان. الحمد لله كنت حاضر، فهذا كيبقى انجاز ليا بالنسبه ليا هذه السنه الاولى، كيبقى ليا انجاز، وكنطمح السنه الجايه ان شاء الله انني نكون في مستوى احسن، ويكون موسم ان شاء الله يكون فيه مستوى عالي، تكون واحد المنافسه قويه ان شاء الله وتكون شريفه. وحنا يا الحمد لله كان الامور غادي مزيان. غير حاجه اللي بغيت نقول السي بالعيد، فانا كنشكر الاخوان ديالي كاملين. اول حاجه كنبدا بالاخوان ديالي ديال الجمعيه ديال قصبة مديونة للتنمية والتضامن، من الخريطين ومن اعضاء المكتب، فالسي عثمان المفاقيد فهو راه معنا عضو في المكتب، كيعمل امين المال. وكنبغي نشكر الاخوان اللي معايا، لا من مروان يزيدي لا من بوشعيب ضعيف ولا حسن محبوب، الاخوان كلهم كنشكرهم. كنشكر الاخوان ديالنا الجمعيه ديالنا اللي كتنشط معنا في مديونه، الناس الجمعيه الثقافيه مديونيه، تما كنشكرهم الناس الاولين تما اللي ساعدونا، وتما عندنا اصدقاء ديالنا حبابنا تما كنشكرهم كاملين، كنوجه لهم تما الشكر. كذلك كنوجه الشكر للاخوان اللي ساعدوني كعزيز البيضي كسي محمد الحمريطي، الناس اللي ساندوني، الناس اللي حفزوني. كنبغي نوجه التحيه لاعضاء المكتب ديال العصبه ديال ابطال الشوية وعلى رئاستهم السي محمد الحمريطي اللي هو رئيس العصبه. كنبغي نشكره، كان ديما كيتواصل معايا كيدعمني يعني كيحفزني، زعما له جزيل الشكر يعني بلا مجامله. وعندي واحد عندي واحد الشكر اللي غادي يجي من بعد الله عز وجل، يعني كيجي الفضل ديالهم من بعد الله عز وجل، ما غاديش ننسى خيرهم هاد الناس، عاونوني بزاف بزاف بزاف. فهو التنظيم ما غاديش ننسى، التنظيم باسم يعقوبي والاخ خالد الوكيلي، فهاد الناس كانوا بجنبي بزاف وكانوا زعما دعموني بزاف بزاف، فكنشكرهم بزاف. ونطلب الله ان الامور ان شاء الله عاوتاني نخدموا عاوتاني. حنا دخلنا دابا في عمليه التفريخ، يعني كنستعدوا للموسم الجاي ان شاء الله، ونطلب الله الله يسخر الله يستر الامور، هذا ما كاين السي والله يوفق الجميع، وكنتمنى لك التوفيق في الموسم القادم ان شاء الله. بالنسبه للموسم الثاني ياك الاخ، غيكون هو الموسم الثاني ان شاء الله، غيكون هو الموسم الثاني ان شاء الله ان شاء الله. قبل ما نرجع لك الاخ شلال، ناخذ كلمه عند رئيس جمعيه الحريزيه ورئيس ابطال الشويه الاخ محمد الحمريطي، غيتكلم لنا اكثر على البطل ديالنا، كيفاش شاتي البطل ديالنا في هذا الموسم، هذا في اول موسم كيحقق انجازات اللي ما قدرش يحققوها
بعض الاخوان اللي سنوات هذه هما كيلعبوا في هذه الهوايه. الاخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا الاخ بالعيد في البدايه يعني تم نعرف عليك كامل كلمات الشكر والتقدير على مواكبتك يعني لجميع الابطال داخل ربوع المملكه يعني الزيارات وكما تنقولوا حنايا يعني وضع رحم اشارتهم يعني مجموعه ديال الاشرطه يعني للتعريف بهذا الابطال هذا اليوم يعني باسمي وباسم كل مكونات عصبات ابطال الشوليه يعني نرفع القبعه من ذهب. ليست مجامله وانما هذا واقع لبطل استطاع انه يعني يكون بطل ديال الاخلاق، بطل ديال الموازنه، بطل ديال الاداره، بطل ديال الحمام الزاجل كذلك، وبطل ديال النتيجه. لوفت شلال يعني حديث الولاده كبطل استطاع انه يظفر بالمركز الاول يعني في محطه السرعه وليس من السهل. كذلك استطاع انه يظفر بالمركز الاول في محطه النص الطويل وهنا كيزيد ياكد، ولكن من تيحط يعني القدم ديالو وتيرفع المشعل من ذهب في المحطه الطويل وكينتزع بطل الموسم، فهنا نقول بانه بطل عن جداره واستحقاق. هذا من جهه. من جهه اخرى غادي ندوي على الحاج شلال كاطار. الحاج شلال كاطار يعني واحد الانسان اللي تيمتاز بالاخلاق وبالتربيه، بزاف ديال الامور، رجل ديال الموازنه، رجل ديال المواكبه، رجل ديال التضامن، رجل ديال بزاف ديال هذه ماشي تنجاملو وانما هذا واقع، وهذا الشيء غادي نتحدثوا عليه يعني في مجموعه ديال المحطات. ملي غادي نجيو نقولوا الحاج شلال يعني غادي نقولوا واحد من الاساسيات، واحد من الركائز اللي تتعتمد عليهم عصبه ابطال الشوي يعني لا ماديا ولا معنويا. يعني الحاج شلال ان فوا تتهز التليفون وكتقول راه كاين رينيو، اول ما كيحضر الحاج شلال. الحاج شلال يعني الحاج شلال حاضر بقوه يعني بجل التظاهرات وجل الاعراس، يعني بغينا نضامنوا وبغينا نديروا اي حاجه كتلقى الحاج شلال حاضر بقوه. حاضر ما عمره يعني ما قال لا ولا شيء، يعني ديما لا الصغير ولا الكبير. الله يعني بصراحه ما شفنا فيه الا الخير. انسان يعني عنده طموح، عنده حب لهذه الهوايه، جاي ليها يعني بواحد القلب كما تنقولوا ابيض، باش باغي يتولع، ما جايش باش باغي يبيع ويشري، جاي باغي يتولع، باغي يعاون المواليع، باغي يزيد بالجمعيه، باغي يزيد بهذه الولاعه. فمن هذا المنبر يعني باسمي وباسم كل مكونات ديال عصبه ابطال الشويه، لا من المكتب التنفيذي ولا من المنخرطين، تنقولوا لي اولا هنيئا لك. بارك الله فيك وتبارك الله عليك، والله يرحم الوالدين على كل الاعمال اللي قمتي بها سواء الماديه ولا المعنويه داخل عصبه ابطال الشويه. بحيث انا غادي نقول واحد المثل شعبي بين قوسين، الخزانه عندها الحمار، الحمار الحمار هو ديك العصا الوسطانيه، الا ما كانش العصا الوسطانيه ما كتوزن ما كتوقفش الخزانه، ديما كتبقى مايله القنت هكا كلها. اذا الحاج شلال هو الحمار كما تنقولوا حنايا. بارك الله يعني واحد الرجل ديال الموازنه. من هذا المنبر يعني تنبغي نحيي باسم جميع الاخوان، تنقول لي هنيئا لك وتبارك الله عليك، واصل المشوار ديالك، راك في المقدمه تبارك الله عليك، لا بالجمعيه لا في اللوف ديالك ولا داخل عصبه ابطال الشاوي. حنا تنتمناو يا ربي يكون غير الله رزقنا بهذا مثل هاد السيد هذا. هاد الناس هادو والله العظيم، علاش الناس اللي عندها طموح وكتشوف الولاعه القدام بواحد المنظور اللي ايجابي، باغا تعاون الناس وباغا تدعمهم وباغا بزاف د الحوايج بلا حتى شي خلفيه بلا حتى شي حاجه. يعني الحاج شلال اش غادي نقول لك انا شخصيا؟ الله يرحم الوالدين. لا الله يرحم الوالدين، على كل الله يرحم الوالدين، تعاون 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 وحب اللي قام بها داخل عصبه ابطال الشاويه ولا داخل جمعيته. الله ما خيبوش رزقه الحمد لله بالمراكز المتقدمه لا داخل الجمعيه، استطاع انه انتزع مراكز جد جد مشرفه وجد متقدمه داخل ابطال عصبه ابطال الشاويه. ومن تنقولوا ابطال الشاويه يعني راه كنلقاو واحد الزمره ديال المواليع اللي ماشي ساهلين. ماشي ساهلين، ماشي ساهلين. ابطال الشاويه فيها مواليع ماشي ساهلين، قباح كيف بالعربيه كما تنقولوا حنا، قباح في الولاعه، قباح في الولاعه، ومواليع واصلين في واحد المستوى اللي عالي جدا. الحاج شلال استطاع انه ينتزع من وسط هاد الابطال مراكز متقدمه ومشرفه. يعني في اول موسم ديالو وفي ظرف وجيز، في ظرف وجيز. فمن هذه المناسبه يعني تنشكروه وتنهنوه وتنقول له تبارك الله عليك، تنشكرك وهنيئا لك الحاج. وبهذه المناسبه يعني لنا كامل الشرف وعظيم الشرف اننا نتواجدوا معاه اليوم يعني في هذا التتويج اللي تنسميه تتويج مصغر يعني، ومن بعد ان شاء الله غيجي التتويج يعني الاكبر ان شاء الله. هذا التتويج مصغر انا نفرحوا معاه في نهايه الموسم ديالو، وهو يعني تنتزع لقب يعني بطل الموسم، يعني تاج من ذهب فوق راس بطل كبير، يعني حاملا مشعل الرتبه الاولى.
هذا شرف ليه وشرف لينا حنايا كأطر داخل عصبة أبطال الشوية أنه يمثلنا رجل بحال هاد بحال هاد بحال بحال الشلال، يعني لا داخل أبطال الشوية لا ضمن عصبة الدار البيضاء لا من جميع يعني مني كيقول لك الحاج الشلال كيمشي مثلا لشي مجمع أو عند شي بطل أو إلى آخره، يعني وكيقول لك راه تينتمي لعصبة أبطال الشوية ولا قصد، يعني هذا شرف لينا حنا أولا وشرف ليه هو كمولود، فحنا تنفتخروا به وتنتمناو ليه التوفيق في المسيرة ديالو الشخصية وفي مسيرته الرياضية، وكنتمنى له التوفيق إن شاء الله العام الجاي، وكنشكر كذلك الأخ الوكيلي اللي كان يعني كما تنقولوا السند لبطل الحاج الشلال، كنشكروا كذلك الأخ يعني كاع الإخوان بصراحة باسم باسم أخ باسم الله يجازي بخير، باسم يعقوبي صراحة الله يجازي بخير صراحة يعني شنو نقول لك يعجز اللسان عن وصف أنا كنشكر الإخوان كاملين السي بلعيد كلهم اللي ساندوني أنا الإخوان كلهم كاع الموالي تعرفت عليهم وساندوني كنشكرهم كاملين بدون استثناء يعني بدون استثناء ولو الإخوان ديالنا اللي كاينين في الجمعية الزيانية فالأبطال اللي كاينين تما كلهم دعموني كلهم ساندوني على رأسهم رئيس الجمعية ديال الزيانية عايز الأخ عايز البيضي كاين الأخ أحمد دينار كان يعني تا هو ذاك الأخ تا هو الأخ ديال نبيل عطراوي موك كريم موكوش فالأبطال تبارك الله كثار فهمتيني كلهم الحمد لله وقفوا معايا ودعموني وشجعوني وفرحانين بيا ونطلب الله تعالى الله يوفقني تا نكون في العيد كما جاء على لسان السي الحاج الشلال يعني كيعد لك في الأبطال وما حصاهمش كاملين لا بزاف يعني خيرة الأبطال كاينين في عصبة الأبطال الشوية وكما قلت لك واستطاع أنه ينتزع اللقب من وسط هاد الأبطال فإذا برافو عليه وتبارك الله عليه وهنيئا له وتتمنوا له التوفيق يعني إن شاء الله الموسم القادم ضمن كبار عصبة الأبطال الشوية وشكرا وخلي الكلمة للأخ الوكيلي والأخ أخ وكيلي السلام عليكم غنقول جوج كلمات كنشكر الأخ العيد وما عندي ما نزيدو نقص على الأخ داكشي اللي قال بارك الله الحاج زعما معقول راه زعما شوف زعما الله نصفو زعما الله زعما وفقو معقول راه الله تنصر الله ينصر الله يخلصو والحمد لله ما عندي ما نقول السلام عليكم ورحمه الله ما عندي ما نقول ودعوا معايا وقولوا ديما كيما اخ عثمان انت كتعيش انت كتعيش مع الحاج الشلال في الجمعيه بغيناك تعطينا شي كلمه بحقه بطل تتحدث على النتائج ديالو ما يمكنش لك توصفو الا النتائج ديالو هادشي باين وتنبغي نشكرك السي بلعيد ونشكرو السي الحميدي والحاج الشلال والسي وكيلي بغيت نشكر الاخوان تانا اسمح لي السي كنبغي نشكر الاخوان ديالنا اللي في الجمعيه بدون استثناء من كبيرهم حتى صغيرهم جمعيه قصبة ديال الاخوان كاملين منخرطين وكذلك نعاود نجدد الشكر ديالي للمكتب اللي مدعمني كالاخوان كمروان اليزيدي كعثمان مفاقيد كان حسن محبوب وبوشعيب ضعيف فالاخوان كنشكرهم كاملين يعني واقفين معايا ومدعميني الله يجازيهم بخير وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله حنا كنطلعوا خير ان شاء الله باغي يكون خير ان شاء الله هذه شي اضافه الاخ عثمان بغيت نشكر كاع الاخوه اللي حاضرين اليوم وتنبغي نشكرك السي بلعيد والجميع حنايا السي الحاج الشلال رجا باش يعطي الاضافه للجمعيه وعصبه ابطال الشاويه هو رجل ديال الخدمه بهذا المعنى باغي يخدم باغي يطور الولاعه باغي يشحن الحاجه والبطل راه كما قلت لك باش يزيد بالولاعه القدام هذا الشيء اللي هو جاء على اساس باش يطور الولاعه ما جايش والنتائج راه تتكلم على هذا الشيء وكما نقولوا بالعيد لان هاد الناس شوف زعما الله يكتم هاد الناس بارك الله فيك والله العظيم اذا زعما شوف انا نجاملو لان هاد الناس شوف زعما الله يكتر منهم والله يوفقهم ويبقاو في سبابتنا راه البطل ديالنا الشلال راه شرف الجمعيه ديالها سميتو يشرف مدينه مديونه بصفه عامه باش تكون من بين اكبر الجمعيات بجهه ابطال الشاويه بجهه الشاويه الشكر غنقولوا كما كيقولوا الموالي الحاج الشلال راه تيوعد يعني المنخرطين ديال الجمعيه ولا عصبة الابطال الشاويه انه المستقبل غيكون كما تنقولوا بلغه اخرى احلى ان شاء الله والحفل غادي يتكلم على راسه الحفل ديال قصه ما غيتكلم على راسه انا فيه الكلمه اللي ديال السي محمد ان شاء الله انا خرج يعني الصوره مرحبا الاحداث ودابا انتوا انت السي بلعيد كيف ما قال لك السي محمد غيتكلم على الدعوه انت خديتيها من دابا ان شاء الله الحفل ان شاء الله هي الدعوه موجهه يعني للجميع هي للجميع الاخوان كاع الموالي كل شيء مرحبا بهم فهمتيني فان شاء الله نطلب الله ان قريب الحفل بعد الحج قريب ان شاء الله نطلب الله حنا انا خدام ان شاء الله بغيت ندير واحد الحفل يكون في واحد المستوى اللي غيشرفني كشخصيا ويشرف الساكنه ديال مديونه والجمعيه والمواليع ديال الحمام الزاجل كلشي ونطلب الله يوفق وشرفت العصبه ديال الابطال الشاويه كلشي الله يوفقنا ان شاء الله وكاينشي جديد بالنسبه للجمعيه الحج شي حاجه جديده شي تطور في الجمعيه شي اضافه غتزيدوها في الجمعيه شي وان شاء الله اكيد الموسم الجاي ان شاء الله شوف دابا هذا العام كان هو الموسم الاول ف
فضروري انت كتعرف العمل الجمعوي شويه كتكون مفاجئ، العمل الجمعوي كيكون فيه واحد شويه ديال هذا، ولكن اكيد ان شاء الله العام الثاني اكيد غيكون حسن وغادي يكون غيكون اكيد ان شاء الله الموسم مفاجاه ديالو بحال المفاجاه ديال الموسم بحال شلال اش بارك الله دعم الجمعيه معنويا ولا ماديا ان شاء الله. باقي غير باش نعطيك واحد التقييم ان شاء الله، واحد التقييم مصغر يعني بخصوص الحاج شلال ودعمو يعني المادي للجمعيه اللي قصرت مليونه على مش انا يعني في خلال مجموعه من المسابقات هذه. يعني الحاج شلال تيقوم بواحد كما تنقولوا حنايا بواحد الاعمال اللي تيبغي يعاون بها الموالد خارج على نطاق الجمعيه، كيبغي يعاون بها الموالد في اطار يعني طومبولا، في اطار مسابقات يعني يعطيهم فيزياء فيزياء كتشجيع كتشجيع الموالد يعني كما تنقولوا غير من لي زاكسيسوار ديال 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 سميتو من وكالات من شرابات من هذا، يعني تدخل في واحد الاطار كما تنقولوا كاين الموالد من راسنا وجبل، كاين اللي مسكين ما عندوش حتى باش يشري مثلا واحد الشرابه ولا وكاله ولا هذا يعني، وكدير واحد طومبولا مصغره في اطار التنشيط ديال الجمعيه على اساس تقدر تشوج كل مسابقه مثلا واحد خمسه الناس خارج على نطاق الجمعيه. واش امشي يعني من واحد جاب اثر في الحفل دابا يعني من الحوايج الاولويات عندي في الحفل، فالاخوان اللي متوجين فالله يسخر مبروك عليهم، انا كنبارك لجميع الابطال اللي توجوا معنا ماشي مشكل، ولكن بحكم الناس اللي ما توجوش يعني اللي ما توجوش فانا زعما ما نقدرش ما تعطينيش خاطري صراحه يبقاو بلاش انا كنحس انا عملت العام السنه الماضيه رغم انني ما كنت باقي باش منخرط فهمتيني يعني كنت دعمت الجمعيه باقي ما لعبتش ما والو، وهذه السنه ان شاء الله انا زعما ما نخليش شي واحد يخرج من الحفل ويدي خاويه خاصني يعني كلشي خاصني كلشي برا. فلا يعقل واحد المولوع عام كامل هو كيخدم على الحميمات ديالو كيف ما كان هادشي تكون 100 درهم بالنسبه لي وراه تورا ضارب عليها شحال فهمتيني يعني خدام عام كامل وفي الاخر يجي حتى لاخر السنه وهو ما توجش مثال ويخرج زعما خاوي الوفاض ما هزتيش حاجه في يديه كتجيني انا كتجيني ثقيله فما ما نقبلهاش بحال اللي كتسمى محقور بحال مسكين لا وما غاتشجعوش خاصك تشجع يكفي شي من غيدخل معاه في يده واحد مثال واحد البانيه ولا واحد خنشه ديال الماكله ولا هذا حتى بالنسبه لوسط الاسره ديالو يقولوا بعد هذاك الراجل بعد هذاك الولد مسكين ولا هذاك راه في الجمعيه دار العام كامل كيجري مع حمام بعدا راه اعترفوا به عطاو شي حاجه بعدا الجمعيه ديالو اعترفات صافي ماشي بحال العام كامل وفي الاخر يجي واحد يتوج هذا يعني يدير هذا وفي الاخر ما تعطينيش خاطري يعني ما شي كاين الحاج ما نساوش نبارك كل حاج شلال بروميان جنرال والاخ مروان اليزيدي والاخ ابو سليمان اللي توجوا اخوان اللي توجوا معايا فمروان اليزيدي بطل كبير كان منافس شرس صراحه لقيته منافس شرس فالحمد لله رجل طيب رجل الاخلاق عاليه الحمد لله كنبارك لي انه فاز معايا بالرتبه الثانيه والرجل الطيب والخلوق الخلوق الخلوق استاذ ابراهيم ابو سليمان اللي فاز معايا بالرتبه الثالثه في الترتيب العام فمبروك عليهم ومبروك عليهم ومبروك عليهم ومبروك على الاخوه الكاملين ان شاء الله. هنيئا لك الاخ شلال وهنيئا لجميع المتواجدين ضمن هذا الموسم هذا. وكنشكرك مره اخرى سي بلعلي كنشكرك على الحضور ديالك وعلى المواكبه ديالك. الله يحفظك اخويا شلال بارك الله فيك بارك الله فيك كما شاهدتوا معنا واحد التحيه اذا كان ممكن واحد التحيه للاخ ديالنا رضوان ازوري سي رضوان ازوري واحد التحيه ليه هو على ديك المواكبه وداك العمل ديالو هو ديال مع الناس المواليع كاع المواليع كتلقى مواكب هو متبع الاحداث فمن هذا المنبر كنوجه ليه التحيه هو كريم اجلاني وتحيه لجميع الاخوان ديالنا كريم اجلاني هو كذلك وتحيه لجميع الناس اللي كتبغي الخير لهاد الولاء هذا هو المهم هذاك الشيء اللي كاين ونرفعوا واحد التحيه وواحد التحدي الاخ عزيز الطيب تبارك الله عليكم شكرا سي كنشكرك كما شاهدتم معنا الاخوان زياره عند احد ابطال جمعيه قصبه مديونه دائما عند البطل الكبير لوفت شلال بحضور الغني عن التعريف محمد الحمريطي رئيس جمعيه الحريزيه ورئيس عصبه ابطال شويه وكذلك الاخ وكيلي والاخ عثمان تو عن جمعيه قصبه مديونه وتحية لجميع الأبطال ديال جمعية قصبة مديونة وكذلك أبطال الجمعية أبطال عصبة أبطال الشوية لرياضة حمام سباق. بهذا الفيديو الإخوان نستودعكم الله وفي أمل لقاء بكم مرة أخرى ومع بطل آخر ومع معينة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.